بعد محاولات استمرت لأكثر من ساعتين نجح فريق إنقاذ في تحرير حوت سقط في شباك لصيد القروش قبالة ساحل ولاية كوينزلاند في أستراليا، وأظهرت لقطات صورت من الجو فريق المنقذين التابع لمؤسسة سي وورلد للبحث والإنقاذ وهم يحاولون تمزيق الشباك حتى تمكنوا من تحرير الحوت، وتقول مؤسسة سي وورلد على موقعها الإلكتروني انها لا تهدف للربح وانها تمول وتدعم المشاريع البحثيه المستقله المعنيه بالحياه البحريه كما تهتم بحمايه الكائنات البحريه عبر مساهمات مباشره تشمل تقديم الدعم اللوجستي من سفن ومعدات واطقم عمل واضافت على الموقع انها منذ نشاتها شارك فريقها في انقاذ مئات من الدلافين والحيتان والكائنات الاخرى باستخدام اساليب ومعدات حديثه